بالنسبة للاستثمارات القطرية في ألمانيا، طبعا ثقتنا كبيرة بالاقتصاد الألماني بالشركات الألمانية، هي شراكة استراتيجية بيننا وبين الشركات الألمانية. طبعا هذا أمر طبيعي، في بعض الأحيان بعض الشركات الكبرى تمر في مراحل إصلاحات مراحل، فهذا أمر طبيعي، ولكن هذا ما راح يغير من موقفنا من الاستثمارات في الشركات الألمانية. عندنا ثقة كبيرة فيها وسوف نستمر في هذه الاستثمارات.